ينضم إلينا عبر الهاتف من الدوحة الأكاديمي العراقي السيد الدكتور أحمد كسار. دكتور أحمد، مرحبا بك. نواب في البرلمان العراقي انتقدوا ما قامت به الحكومة في بغداد من عمليات توزيع الأراضي على ميليشيا الحشد في غير محافظاتهم، كيف تفسر ذلك؟ أهلا بك. في الحقيقة حكومة بغداد ناقصت الأهلية عن مثل هذا الإجراء، هي تنفذ أجندة خارجية، والتغيير الديموغرافي في العراق ملفان تديره كل من أمريكا وإيران، فإذا رأيت تغييرا طائفيا فهو يحسب على إيران، وإذا رأيت تغييرا قوميا فهو يحسب على الولايات المتحدة. فمنذ بدء الاحتلال والخطة ماشية بهذا المشروع، إما لغرض تنفيذ مشروع بايدن جو بايدن، وإما بالاتجاه نحو حماية أو توسع في المناطق الطائفية التي تحسب أو التي تريد إيران أن تسعى إليها. هل لذلك علاقة بتلكؤ الحكومة في بغداد في إعادة المدن أو إعادة إعمار المدن المدمرة؟ طبعا لا يوجد هناك إعمار حقيقي، وإنما هو إعلانات للإعمار ومشاريع يعني فيها جزء من الإعمار، وإنما الإعمار الكامل والشامل الذي يليق بالمواطن العراقي وحقوقه الإنسانية هذا بعيد عن الواقع تماما. فلذلك هناك مدن يعني خالية الآن من الإرهاب، وما زالت الحكومة أو الميليشيات مصرة على عدم عودة المهجرين إليها في وسط وشمال وشرق وغرب العراق. بسبب ماذا؟ بسبب التنفيذ أو الانتظار لعملية التغيير الديموغرافي الممنهج الذي يسعى بتنفيذ أجندات تمزيق النسيج العراقي واللحمة الوطنية، وأن لا يكون العراق كما كان أو كما هو الآن. بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للمحافظة، كيف تنظر إلى مشروع التغيير الديموغرافي الذي طال المسيحيين في نينوى؟ حقيقة السؤال لم يكن واضح. يعني هناك عمليات تغيير ديموغرافي طالت حتى المسيحيين في المحافظة، ما النقطة التي يراد من خلال ذلك الوصول إليها؟ نعم، النقطة الحقيقية التي يراد إليها هو يعني تنفيذ هذه الأجندة والمشاريع بخطوات محددة، لأنهم هم أمام رأي عالمي ودولي، وممكن أن وبعد التهجير وبعد عودة المهجرين هي فرصة لتوزيع هذه الورقة من جديد وفقا لتبعيات. هل لذلك علاقة دكتور أحمد بمد أنبوب يعني الغاز الإيراني عبر البحر الأبيض المتوسط مرورا بنينوى؟ هذا كله في عمليات المخططات التي تنفذ. قلنا أن المشاريع تنبني على ملفات سياسية وقومية ودينية وحتى اقتصادية تبعا لتبعية هؤلاء الذين يراد تغييرهم. لذلك المساحات العراقية هي يعني بمقص أمريكي وإيراني وفقا لأجندات خاصة. كل تحرك ما بالتقسيم المجتمع العراقي يتجه باتجاه هذه الملفات الأربع. إلى أي مدى يمكن ربط أنباء الخطف والقتل في مناطق بعينها التي تحصل خلال هذه الأيام؟ المحافظات أو المناطق التي تشهد قتل وتهجير ويعني كلها ممنهجة وبدأت ليست من اليوم، هي من الاحتلال تعاني منها المناطق العراقية من هذه المشاكل. ورغم كل ذلك يعني ليس فقط على البشر، وإنما حتى تجريف البساتين وتجفيف المياه وغيرها مما يعني يضطرون أو يضطر الناس لترك هذه الديار والانتقال إلى أماكن أخرى، وبالتالي يستفيد منها المخطط والمنفذ والممنهج لإقامة مشروعه على هذه الأرض تبعا للعنف الذي يجري على الأرض والأرض والناس وكل ما هو يعني متعلق بهذا التغيير المستقبلي. نعم، من الدوحة الأكاديمي العراقي دكتور أحمد كسار، شكرا جزيلا لك.